مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقه جديده من برنامج وشوشه. ضيفتي في حلقه النهارده صاحبه وجه ملائكي بس من جواها في وحش جامد قوي. النهارده هنروض الوحش. ضيفتي في حلقه النهارده منى فضالي. مبسوط انك معايا النهارده يا منى. انا كمان. 10 سنين كتير قوي. كتير. 16 سنه. او اكتر. اكتر من 16. 20 سنه صح؟ يا نهار اسود. مش 20 قوي. بلاش يعني بس انت عندك 24. كان عندي 16 سنه صح؟ 16 سنه ده دلوقتي اهو يعني ما تقوليش بقى خلاص ما تحسبيش. 14 سنه. انت دلوقتي بتصوري عندك تصوير مسلسل كدة عائلي صح؟ طب اوفي بقى احكي لي على مسلسل كدة عائلي. المسلسل كلمني عليه الاول استاذ ريمون. اتفاجئت اصلا بيكلمني ورحت بقالي كتير قوي ما اشتغلتش مع الشركه من ايام مسلسل باب الخلق ايام استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. فبقالي سنين فكلمني قال لي انا بعمل مسلسل حاجه عامله زي الطوفان كده والاب الروحي عدد كبير من قال احنا الأدوار. كتير قوي ويمكن تقريبا انا اول واحده مضيت في المسلسل اصلا يعني. ما حكاليش الدور قوي على قد ما حكالي المسلسل كله على بعضه. قال لي قصة كلها مختلفة بس انتي عاملة شخصية اسمها كاملة. فعجبني الاسم وقعد حكالي شوية تفاصيل على الدور فلقيته لطيف جدا وجديد وفي صراعات نفسية بس اللي حكولي غير اللي لما جيت اقرأ على الورق. محمد رجائي كاتب ورق حلو قوي بصراحة. قعدت اتكلم معاه شويه افهم ايه الدماغ عامله ازاي لغايه ما كلمت استاذ حمزه ان هي اول مره بعمل دور واحده ست خاينه يعني متجوزه اوريدي ومخلفه وعندها ثلاث اولاد. بدأتي تصويره منها؟ صورت يومين. هما بيصوروا تقريبا بياخدوا كل الفنان شويه يعني خلصوا كام ديكور كده ويرجعوا تاني يعني. كان ايه تعاملك مع تامر حمزه وانت يعني تامر ده تاني تجربه لي بعد الاب الروحي؟ ده جميل قوي مش بهزر. انا اول مره اتعامل مع مخرج كده. بص اصل انا عارف تامر ايام ما كان مخرج منفذ يعني اول ما كان مخرج وكان مخرج منفذ فانا عارفاه زمان. فاول مره اتعامل معاه كمخرج اولا هو حد الاتيتيود بتاعه مختلف يعني دارس تحس ان انت بتتعامل مع الناس بتاعه يوسف شاهين خالد يوسف الناس دي دماغه الناس الاكاديميه قوي قوي يعني وعنده ريسبكت جدا لاي فنان ما عندوش بقى طبقات انه مثلا ده فنان كبير ده فنان صغير لا هو بيعمل الناس كلها واحد ودي حاجه حلوه فيه جدا. اتكلمت معاه وهو قال لي خلي بالك هو الدور صعب شويه انه صراع نفسي بين ان احنا عايزين نوصل للناس هل الست دي خاينه فعلا ولا هي اضطرت انها تعمل كده لمشاكل خاصه مع جوزها يعني ان هي عندها مشاكل مع جوزها طول الوقت بسايبها. عارف الستات اللي بيبقوا متجوزين وجوزهم جوازاته بقى مسافرين وسايبهم بالسنين وقاعده ما فيش جوز بقى ولا خروج ولا فسح ولا اي حاجه وبتربي العيال احساس برضه صعب. وهي خاينه فعلا؟ هي بتخون للحظه معينه انها بتضطر انها تعمل ده غصب عنها مش مزاجها. بس احنا مش عارفين بقى هي هتكمل يعني عجبها الموضوع ولا يعني. طب انت اتخنتي كام مره في حياتك من 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 حبيب او من اصدقاء او يعني انا عارف انت عارف انا كنت بنقلع النضاره عشان نفهم بعض. لا انا اتخنت كتير انت عارف. اكتر مره وجعتك قوي؟ اكتر مره وجعتني قوي تقريبا كلهم كانوا بيوجعوني جدا بصراحه لانه هو انهي خيانه ممكن تبقى اصعب من اللي من زوج او من حبيب ولا من صديق او صديقه يعني بالنسبه لك انهي كبير؟ بص هو انا بالنسبه لي الصديق بتبقى وجعته اكتر يعني لان انت مش كل يوم هيتلاقي عندك صاحب او صديق بجد. لكن الرجاله الستات موجودين كتير سهل انك تلاقي واحده بكره احسن من اللي انت كنت معاها. انا سهل الاقي حد احسن من اللي كان معايا لا الدنيا مليانه لكن كصديق او صديقه دي صعبه قوي. طب وانت بالنسبه لك فكره الـ 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 الخيانه دي بتعرفي تسامحي بعديها يعني ممكن لو حصل ده من صديق او من حبيب ومسكت خيانه ينفع تسامحي بعدها؟ لا ما بعرف يعني لو صاحب يعني عمل مثلا حاجه اول مره بعدي مش مشكله لكن ارتباط وابقى بحب حد او في علاقه او لا يمكن اسامح خلاص بنفصل تماما ما بشوفوش اساسا. وبيحصل لك مبدا اللي تلسع من الشوربه يعني بعد الخيانه اللي حصلت لك
بقيتي حريصه او ما بقيتيش بسهوله ممكن تامني لحد، ولا برضو لسه كالعاده؟ لا لا نامن وناخد على دماغنا. لا 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 خالص، لا خالص بقى اتغيرت كتير عن الاول. يعني انا انت عارفني زمان، دلوقتي يمكن الوقت مع التجارب ومع الواحد بيكبر برضو وخبره الواحد بيكتسبها كل شويه، ما بامنش قوي يعني. بس ممكن اديك اكسكيوز، اديك اللي انا عايزه انا اقوله لك، لكن ما اديكش اللي انت عايز تسمعه مني. مش هتدي له كل حاجه ابدا، وبعدين مش اي حاجه بقيت اصدقها. لو كنت اصدق بقى وانا امشي ورا التيار والدنيا لطيفه جدا. ليه برغم منها ان انت ملامحك طفوليه والناس كانت شايفاكي طفوليه، الا ان بقت الناس واخده انطباع ان منى اجريسيف او منى عصبيه او منى؟ عشان برامج كتير طلعت فيها كده بالاول. لا كنت بطلع، هي بس الناس ما بتبقاش قادره تفهم ان احنا بنبقى ممكن يكون فعلا متنشنين ده بجد، او حد بيضطرك انك يستفزك بجد. كلنا ممكن نستفز يعني، ما فيش حد مش هيستفز. انت النهارده ليك طاقه، حد هيضغط لك على اللي انت حتى لو انت هادي، شفت هادي هتوصل لمرحله انت الاكستريم بتاعك شوف بقى قد ايه. على حسب، ما انت ما ينفعش النهارده حد يكلمني بطريقه مش حلوه اقول له ميرسي، يقول لي انت كذا اقول له كتر الف خيرك. لا ما فيش حد مش ماشي انا يعني. لا انا عندي دلوقتي ده، تخيل يعني اوصل بقى كده، هتوصل بقى قله ادب، هبقى قللت ادب اكتر منك. الناس واخده الانطباع ده بسبب كده، لان هم ممكن يكونوا بيشوفوا الفينال بتاعه ما بيشوفوش اوله، هما بيشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه في الاخر، لكن ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل. زي بيقول لك منى انت بتهاجمي فلانه، انت بتهاجمي علان، انت بتكتبي ما اعرفش ايه. اقول لهم ايوه، لان انتوا ما بتعرفوش ايه اللي بيحصل بره اللي هو في المطبخ يعني. فانا مش مضطره ان انا انزل لكم عريضه اقول لكم يا جماعه اصل فلان كتب كذا وفلان عملت كذا، مش مضطره ان انا اشرح لكم ليه. براحتكم، عاجبكم على كده تعرفوني، مش عاجبكم ولعوا عادي جدا. طب ايه البرنامج اللي انت طلعتي فيه وحسيتي انك خسرتي قوي؟ خسرت قوي يعني اللي هو كان هو حلهم بينهم ده ده كان زمان او مع عمر؟ ايوه لان الناس فاكراني ان انا كده، بس انا مش كده يعني. اول كنت صغيره كان عندي 21 سنه تقريبا، او 22 سنه، 21 سنه بالظبط. وبعدين كنت بصور مسلسل اسمه نافذه على العالم، وهي البنت فعلا بلدي. تخيل انت جايبينك من لوكيشن عشان يعملوا فيك مقلب، وانا مش عارفه انه مقلب كده يعني. انا اساسا مطلعيني من اللوكيشن ورايح اصور وارجع تاني اللوكيشن، وهو اساسا عمرو اساسا استلمني من قبل التصوير يعني، من قبل ما اخش البرنامج بدا يستفزك، قعد يغلط فيا من قبل. فانا داخله اساسا مش عارفه اتعامل معاه لغايه اما قعد بقى يقول لي تجميل ومش تجميل والمعك. ايه المعك؟ انا جزمه ورنيش. طب وبرامج المقالب بقى الثانيه اللي انت طلعتي برامج مقالب بعد كده؟ بس فيها لا، بس انا مش تقريبا المقالب اللي احنا كنا بنعملها ما كناش كنتش اعرفها يعني، كل حتى اللي صورناه. لان انا تقريبا انا هربت من رامز جلال كذا مره كتير بقى، ربنا بيوقف لي حد يقول لي خلي بالك ده مقلب رامز. طب وليه ما بتروحيش؟ ما كل الناس يعني معظم الناس حتى لو عرفت بتعمل مش عارفه. لا ما بحبش كده. اولا رامز صاحبنا كلنا وانا بحبه، ما حدش يزعل منه، ولكن طبعا انا ما بحبش الفيدباك بتاعه اللي هو التعليقات اللي هو بيقعد يقولها على الناس. هو رامز صعب. وبعدين لسانه متبري منه، فاهمني؟ عايز قصه يعني. قلت له انا يوم ما افكر اعمل برنامج هعمله توك شو، ده انا هعمله مقالب كل الحلقات رامز جلال. يعني مش هجيب حد تقتص منه هو بس ان اعمل فيه كل يوم مقلب اعذبه واقول كلام عليه كتير. هو في الدم وكمان في التريقه على الضيف في الشويه بتوع البدايه او في ردود الافعال. ايوه بس تعالى بقى، هو بيعمل ده معانا احنا. تعالى اعمل كده مثلا، ما بيبقى عندنا ضيف مثلا من بيروت او من اي دوله عربيه ما بيغلطش عليه، فده يزعل يعني. عشان يمكن بيحسبها ان ممكن تبقى منا صاحبته وتتقبل الكلام، ولكن ده احنا ده تعليقات. انا ما اعرفش بقى هو كان بيقول ايه بقى يعني. هما المرتين اللي انا طلعت فيهم بتاع الاسد ده تمام، و ده كان يوم منيل ده بتاع الاسد ده مش هزار يعني. وتاني مره بتاعت ما كنا في ابو ظبي. ابو ظبي مش منظر يعني، مش طبيعي. وانا اصلا ما فيش اي حاجه، هدومي باظت، حاجتي وقعت، عندي كنت لابسه حاجه الماز وقعت ما اعرفش حت فين فين. كل حاجه الحزام وقع، الحزام وقع دي ازاي؟ الحزام دي اتفك ازاي؟ ما تسالنيش من ما لا انت عندك حاجه عماله تاخدك لتحت، والله ما بهزر. وبعرفش ايه اللي كنت باكله ده، الهباب ده حاجه مقرفه جدا، وبيطلعوني مش قادره اطلع بجد، فبحس انه مش لطيف. طب انت كنت طفله شقيه منها؟ لا مش قوي يعني مش شقيه بمعنى يعني شقيه يعني. كنت الحيله
ما انا الحيله لان انا الوحيده. ما عندكيش اخوات؟ عندي اخوات من بابا. فا لا بس يعني بس ناديه عايشالك. دي هي يعني مطلع عينها. يعني ماما دي هي الشريك الرسمي في كل حاجه في حياتك. الشريك المخالف ليا. ما هي المخالف بس هي موجوده في كل حاجه في حياتك. يعني معاكي في التصوير ومعاكي في وجود. هي كانت سبب في دخولك الاسره. دي هي. ازاي بقى؟ هي انا ايام ما كنت بعمل البرامج بتاعه المدرسه اللي هي الحفلات بتاعه المدرسه، فهي حاسه انا عايزه امثل، وكان في ناس كده نعرفهم حاولوا يعملوا عليا كومبينا عايزين يدخلوني للوسط، فقالت لي لا انا اللي هقدم لك، اقدم لك عن طريق الناس اللي اشتغلت معاهم قبل كده. هي كانت بتشتغل في الاكراد؟ كانت مساعده مخرج قبل كده. فقدمت لي وبدات واحده واحده، بس ما كنتش حابه التمثيل في اوله، يعني حسيت ان انا برده خايفه ولسه عندي الرهبه ومش ما عنديش الجراءه يعني. فقررت ان اخش اعلانات الاول، وكملت اعلانات كام سنه لغايه ما خدت توب موديل، وكان اجري عالي جدا في الاعلانات، وبعدين دخلت في التمثيل. كان بدايه كانت كويسه بالنسبه لي انا ايام اين قلبي بقى وزمن عماد الدين. وبعدين كان عندك كام سنه لما دخلتي مجال الاعلانات او مجال الميديا؟ اعلانات كانت 16 سنه بالظبط، وجيف واخرها عملت كان اين قلبي، وبعدين دخلت بقى مع مدام رباب حسين. انت شايفه انك ما عشتيش فتره المراهقه بتاعتك زي اي بنت؟ يعني انت لا عندي حاسه انك عندك حرمان من الفتره دي اللي هي فتره انك انت دي مش معروفه، وانك تحبي وتتحبي وتخرجي وتجري يعني دلوقتي ما تعرفش تروح ولا تيجي. يعني انت شايفه انك ما عشتهاش؟ يعني دايما بيقولوا اللي بيشتغل وهو في سن صغير بيفقد فتره من عمره، بالذات في الميديا، لانك بتتحولي لواحده كبيره. دي حقيقه. رغم ان سنك صغير. يعني اول ما كنتش بركز، الناس ممكن تكون عارفاني او مركزه لادق التفاصيل انت بتعملها في حياتك، انت قاعد ازاي، بتاكل ازاي، تشرب ازاي، قمت تمشي ازاي، لابس ايه، فاهم؟ ما كنتش بقعد اركز، يعني الناس مركزه لي. دلوقتي انا بركز وانا خارجه قاعده، عيني على المكان كله. حتى وانا بتصور دلوقتي بقيت اخد بالي، كنت الاول ما باخدش بالي لان ما عنديش برضو خبره. لا ما عنديش ان انا اتخيل ان ممكن في ناس تبقى عندها مش بدي اخوانا يعني اسلوب مش لطيف في او ما عندهمش امانه. انت جاي النهارده تطلب تتصور معايا فتصور معايا كويس، مش لازم تعمل حركات بقى مش لطيفه، فاهمني؟ ده بيحصل كتير كتير، واحنا نتحط في المواقف دي ممكن يكون رد فعلنا مش لطيف. كان ايه اسخف حاجه عملها حد معاكي في الشارع؟ يعني رد فعل كده، كلمه حد قالها لك معجب او حد في الشارع فانت اتضايقتي؟ لا انا كنت سهرانه في مكان كان معايا ناس كتير كده، معايا ناس صحابي، فجاه لقيت واحد جاي بيقول لي ايه انا هتصور معاكي. قلت له ماشي اتفضل، انا عارفه انك بتحبيني. قلت له ايه انت تعرفيه؟ ده لسه قريب. ما تعرفيهوش؟ ما اعرفوش خالص بقى. وعايزه اقول له انت ايه الساعه 3 الصبح؟ ما مش وقتك خالص، جاي معايا غلط. قلت له ايه؟ قال لي عارف تحبيني، فبصي بقى عايزين صوره لاف. قلت له ايه بيعمل لي كده لاف؟ قلت له نعم. قول له تعالى لي يا لاف، ما تديش اللي انا تعمل لي انا كده. انا ده فاهم غلط قوي. ده جاي مع واحده دي هوب عندي خالص. قلت له انا هجيب لك اللاف دلوقتي. انا هجيبه لك حالا. كان ساعه صغير طالع بقى قبل الواجب وجبت له اللاف الكبير قبل الواجب. دي كانت اسخف حاجه حصلت. لا 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 انا بص انا ما عنديش اي اعتراض ان ممكن يكون حد بيحب فنان، ما عنديش اي مشكله، بس مش كده، بس يبقى في ادب شويه. بجاحه، وقاحه، يعني عارف على حسب الكلام اللي انا عايزه اقوله طبعا. بس في ناس بتبقى عندها خشه شويه، يعني يقول ممكن اتصور معاكي بتاع. في ممكن في ناس تبقى عندها عشم عايزه تحط ايديها، اقول له لا ما بتصورش كده، فبيحترم ده. في ناس ايه طب انت بتتصوري كده مع اصحابك، عارف انت البجاحه دي؟ انت مالك؟ صحابي على فكره. ايوه انت مالك؟ انا ما اعرفكش. ايوه انت مالك؟ انت صاحبي؟ انت زميل ليا؟ انت مخرج؟ يعني انت مالك؟ في علاقه اي حاجه بيني وبينك؟ انا حر يا اخي. لا ما انا مش هتصور كده، اقول لك على حاجه؟ اسيبه وامشي. اصلا انت من الناس الاكتف على السوشيال ميديا. بتتضايقي من التعليقات السلبيه او من اي تعليق ممكن يضايقك؟ يعني ممكن حد يكتب لك كومنت يعصبك؟ لا مش كده، يعني ما بلاقي دلوقتي ناس بتكتب كلام مش حلو. يا كنت الاول ما بطنش ساعات، في ساعات بخش اكلمهم اكتب لهم على الدايركت المسج. في ناس بيتصلوا يعني يبعتوا اعتذار، وفي ناس بيغيروا كلامهم، فانا ما بحبش اللي بيغير كلامه ده، يعني ما عندكش مبدا. هو انا اقعد اقول لهم كده على فكره، بقول له لا 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 ما تقوليش كده عشان انا كلمتك فتقول لي لا ده انت جميله، وانت بقى تقول لا خليك قد الموقف.
الصحافة يا أمين، الصحافة بالنسبة لك ممكن يبقى حاجة اتكتبت عنك ضايقتك أو عملت لك اكتئاب أو زعلتك؟ أنا بتضايق من مثلا ما حد يكتب حاجة من غير ما يتأكد، هي دي بس اللي بتضايقني. يعني أنا شوف، أنت بيبقى مثلا عندك حاجة نزل عارفها بتكتبها وأنت قلبك جامد، صح، محدش يقدر يكلمك ولا ممثل ولا أي حد. ليه؟ صح. لأن أنت بيبقى عندك السورس، صح، متأكد قبل ما بتكتب عشان انت عندك كلام هيكون مصدر ثقه، مش هينفع تكتب كلام وانت معروف ما ينفعش. فاتضايق قوي مثلا الاقي مثلا صحفي حد كبير مثلا او حد من الناس اللي اعرفهم قال لي كتب خبر وانا ما اعرفش عنه حاجه، او مثلا كتب خناقه او كتب اي حاجه ومدخلني في النص. كلمتنيش ليه؟ ليه بتدخلني في الجمله او في الكلام من غير ما ترجع لي؟ يقول لي توقعات، واحد يقول لي توقعات، يعني ايه توقعاتي؟ انت بتبني كلامك وحوارك على كده توقعت، يعني انا اتوقع ان انت حد قال لي انك اشتغلت اروح اتصل بيك اطلع عينك بقى واشتمك وانت ما عملتش حاجه؟ لمجرد اني توقعت، توقعت انا بقى صدقت اصلا. فالكلام برده مش ماشي مع بعضه، انا ما بعرفش اتعامل كده. ده بيزعلني. لكن اي حاجه تانية حد ينتقدني بقى في حياتي الشخصيه بعد اقول انه مش من حقكم. يعني انت مالك حياتي الشخصيه؟ انت تعالى حاسبني النهارده على شغلي، ايه مشكلتك في الحياه؟ انا مثلا ممثله فاشله، اكتب زي ما انت عايز. لو انت شايفني فاشله، شكلي وحش، عامله تجميل زي ما بيقعدوا يقولوا عامله تجميل، اي كفته، مش عارف اي حاجه، اكتب اللي انت عايزه. لكن تيجي تكلمني في حياتي الشخصيه انا مش من حقك، ستوب بالنسبه لي. كنت وانت صغيره متخيله انك هتبقي فنانه ومعروفه والناس بتتصور معاكي؟ لا. كنت عارفه انك هتبقي كده؟ لا خالص، انا ولا جه في دماغي خالص انا ممكن في يوم من الايام كنت امثل اساسا. لكن كنت عايزه، كنت اشتغل مضيف الطيران عشان انا بحب السفر. ما هو واضح. انا بحب اسافر كتير، فالتارجت بتاعي ان انا عايزه ابقى مضيف الطيران عشان الف الدنيا، بس مش عشان حاجه خالص. لغايه اما جت موضوع الشو بتاعي ده بالصدفه وسافرت ولفيت الدنيا كلها وزهقت اصلا. والله عايزه اقول لك انا برضو ستيل بسافر. واحد بيبقى عايز يسافر عشان يتفسح، يشتري حاجه. انت بتحطي صورك على طول؟ انا على طول بسافر باريس في لندن، بتحطي صورك على طول؟ ارجع والله العظيم كاني اقعد يا وليا فين بيتي، فين سريري. جدا جدا، مهما اكون مبسوطه مهما اكون بس لوقت. لكن انا ما اقدرش اعيش في اوروبا، ما اقدرش اعيش بره البيت عندي، ما اقدرش اعيش بره مصر خالص، ما اقدرش. احلامك ايه؟ من انت بتحبي مثلا السفر، تحبي العربيات؟ انا عارف انك موضوع العربيات ده انت قبل كده مش قادر امسك نفسي لما اتاخدت منك العربيه ثبتوني ورحت لك ساعتها لقيتك بتعيطي. انا مش قادره اصدق ان اخدوا مني العربيه. كانت لسه العربيه كانت لسه جديده، وكنت قبلها خلي بالك كنت مروحه ما لحقتش. كنا بنصور عند الاستاذ محمود الله يرحمه، انا فجاه العربيه جديده، فجاه واحد بياخد مني العربيه كده قدامي عادي جدا. المشكله ان هم رموكي. رموني؟ ده انا لا لا ضربوكي. انا اتبهدلت اقسم بالله، ده كان يوم صعب. انت عارف ان انا بعديها كان في المظاهرات والحاجات دي حصلت، كنت جايبه عربيه ثانيه بقى خلاص بعد اتسرقت دي، فجبت عربيه ثانيه رانجلر. فكانوا منزلين وقتها انه اي حد يقف في طريقك دوسه دوس. كان وقت حظ امي الهباب، مش هزار، موقفين بقى بعصيان هنا عند جهينه في اكتوبر كده فجأة، وطالعين بقى عايزين يكسروا العربية. ما تسألنيش بقى أنا إيه اللي حصل، دوستيهم ما تسألش. أنا كده، وبعدين عديت الناحية التانية وقفت أخد نفسي، وبعدين عايزة أرجع أبص حد مات، حد جراله حاجة، حد أي حاجة. كنت بتعملي مغامرات وأنت قد كده أصلا؟ خايفة جدا. ما هو بعد اللي حصل لي لازم أعمل أي حاجة، لو هيطلعوا لي هموتهم. بس رجعوا لك العربية بعدها؟ يعني العربية رجعت بعد سنتين؟ سنتين مفيش عربية. يعني بس لو انت عارف مخلعين ال اسمه ايه ده، الموكيت بتاع العربيه. الموكيت؟ ايوه العربيه. بيعملوا بيه ايه يا شريفه؟ شايلينه، والحزام تابلوه متشال. هم خدوا القطع غيار؟ لا، حاطين بقى مع الراجل الظابط اللي قبض عليه. اتهموه بتهريب. حاطين بقى ورق اسمه ايه ده، فلوس مزوره، مخدرات، ما مسروقه بقى فنعمل بيها، فاهمني؟ وعاملين بقى بيها شغل ميغا بقى. انا يا طيب يا حبيبي عايزه، لا وانا اقول لهم طب اوصلكم الحته اللي انتوا عايزينها بس سيبوا لي العربيه. لا وانت طيبه قوي. طب سؤال، هو انت دلوقتي انت جبتي عربيه برضو عاليه؟ انت بتحبي العربيات العاليه فعلا؟ انا بحب ما اعرفش اركب عربيه صغيره. انا يمكن اول عربيه جبتها كانت صغيره، لان انا ما بعرفش اسوق عربيه صغيره عشان انا ازعج.
فانت عايزه وتقعدي تحطي شلته. بحب اشوف. لا مفيش شلته دلوقتي، زمان كنت شلته كان دايما كان في شلته دلوقتي. أيوة. كنتيش تقولي؟ ايوه عشان كنت صغيره العربيه. صغيره لكن عربيه عالي لازم ابقى شايفه الكبوت. ما انت يعني مش شايفاه دلوقتي. طبعا شايفه الكبوت، شايفه الناس عشان انا الفئه دي بتضحك عليا. يعني انا لبسي كوتشي النهارده عشان احس بتقولي عليك. ما تحاولش. ده بس ايه؟ لا لا عادي، بلبس كعب عادي بجيبك. طب ما تيجي تحكي لي كده يا منى، اول مره في حياتك حبيتي وانت صغيره كده في المدرسه. ما تحكي لي بقى موضوع حب المدرسه ده. كان جميل قوي ده. كنت بحب المدرس بتاعي بتاع الالعاب. والله بص بقى، مدرس العاب. بص، مدرس الالعاب وكان مدرس التاريخ الاثنين، فببقى معجبه بده. مدرس العاب ومدرس تاريخ. كنت عندي كام سنه؟ يا نهار ابيض، انت 9 سنين باين. 9 سنين ولعب اثنين فاضيه بقى. يعني مفيش بقى حاجه وراكي. 9 سنين بقى. وبعدين؟ لا لغايه ما اتفقست بقى. ايه اللي فقسك بقى؟ الجوابات، بكتب جوابات وخطي وحش جدا. بتكتب لهم جوابات؟ بتوديها فين؟ احطها لهم في الكشكول. بتكتب لهم ايه بقى في الجوابات؟ لا والله مش عارف افتكر دي بجد، بس حوالي سنه كده بوظف في حاجتي، فلقيت ليا ايه مراندم كده انا كاتبه فيه بقى ايه وانا صغيره خالص بقى. النهارده انا اتخانقت مع ماما عشان ما جابتليش الشوكولاته اللي انا عجبها. دي صغيره؟ فضحتي نادي. مذكرات وكتبت وماما ما طلعتنيش رحله الفسطاط علشان خايفه عليا وانا حزينه وبعيط، كاتبه حاجات غريبه جدا. قعدت اقرا قلت يا نهار ابيض على التفاهه اللي انا كنت فيها، تافهه جدا. طب هي ناديه ايه الحاجات اللي ما بتحبهاش فيكي؟ مامتك؟ ما بتحبش فيا ان انا متسرعه، عصبيه، بدي كتير. يعني ما عنديش مشكله ان انا اعمل للناس كل حاجه وما ببقاش منتظره منهم ان هم يعملوا لي اللي انا بعمله ده خالص، بس طول عمري ببقى محتاجه حد يقدر اي حاجه انا بعملها حتى لو صغيره. مش ماده، لان في ناس بتفهم انه التقدير مادي فلوس. لا، التقدير معنوي. في التقدير معنوي انك تعمل حاجه. ده النهارده مثلا تيجي تكتب حاجه مقال كبير جدا، وانس انت ممكن تكون بتاخد مثلا ان شاء الله 1,000,000 جنيه، 2,000,000 جنيه، بس لما حد يكلمك طبعا يقول لك احمد انت كاتب حوار حلو قوي ومقاله تجنن وكلامك، هتلاقي نفسك انت بيديك باور اصلا لوحدك كده ان انا اكمل. انا ببقى محتاجه ده. مثلا تعبانه الاقي اللي قريبين جنبي لا بحبهم الاقيهم جنبي، طبعا ده ما بلاقيهوش خالص. ناس وقت المصالح بس بتلاقيها موجوده، غير كده ما بتلاقيش حد. انت فاهم ده طبعا. انا فاهم ده. طب وايه الحاجات اللي ماما تحبها فيك؟ يعني انت تقريبا شركتي نفسك خالص. عادي يعني. لا يعني هي بتحب ان انت بنتها بس يعني تقريبا. هي ماما اكتر حاجه بتحبها فيا ان انا طيبه، بس ان انا قلبي ابيض. يعني ما بنسى النهارده، ممكن النهارده ازعل ان احمد هيجي مثلا، بس على قد ما عزته عندي. يعني احمد مثلا زعلت منه لسبب ما، هيجي يقول لي منى انت ما بتسلميش على انت زعل. اقول له خلاص بس. ليه؟ لان في كتير بيني وبين احمد سنين وعشره وفي رصيد كتير، غير بقى الايام دي بقى مثلا حد يجي باخد موقف وخلاص. بس ممكن اتسامح بس مش قوي، يعني مبقاش خلاص مبقاش معاك زي الاول ابدا. طب وما بتزعل منك بتصلحيها ازاي؟ لا ده بسيبها كده يومين تهدى عشان هي ناديه عندها الفولت عالي. انا بخاف منها. امي يا لهوي دماغ مفوته. انا ببقى زعلان منك ممكن ما اسلمش عليك اروح اسلم عليها. دي فظيعه. بقول لك ايه، وعليها رفعت حاجب. فاهمني؟ ترفع الحاجب مننا بس. طب تسيبيها يومين؟ اسيبها يومين تهدى كده مع نفسها. تشرب فنجان قهوتها بقى. انا ماليش ده تهدى خالص. اقول لها مثلا عايزه حاجه، ما اعرفش اروح اعتذر، ملهاش فيا جو الاعتذارات ده. مفيش هديه، مفيش حاجه بتجيبيها لها، ملهاش في الجو ده. تقولي عايزه ايه؟ لو عملت كده تقولي عايزه على طول بتجيب من الاخر، يعني جاي عايزه ايه؟ لكن مفيش بقى تجيب لها هديه، تجيب لها شوكليت بتاع الحاجات دي. لا 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 مفيش الكلام ده. في دايت دلوقتي. ماما ماشيه دايت. ما هي دلوقتي لسه بتقولي مين عملت دايت اتنسف. دي حقيقه. وهي خدتها تتنسف برضه. اخدتها وخدت اصحابي وديتهم يتنسفوا كلهم. ما شاء الله. ما هو بقى هخس لوحدي؟ لا طبعا. لازم كلنا نخس. وانت هوديك. لا لا اي نعم. هو صاحبك ماليش دعوه. بس انا هوديك، انت محتاج عشان كرشك. كرشي عزيز عليا. لا لا لا، عنده قرش، عنده كرش. تحلمي بايه في الشغل يا منى؟ انت عملتي بطولات وعملتي سينما وعملتي دراما،
انت عملتيش مسرح منا؟ عملت مسرح. عملتي كان ايه؟ عملت دوري مي فاصوليا مع استاذ سمير غانم. كان يعني ها ما كملتش. وبعدين عملت مسرحيه كانت حلوه قوي بس للاسف كانت الثوره قامت بقى والدنيا باظت. كانت 8 في زنزانيا. احنا كنا عاملينها على الهجره وكانت حلوه جدا جدا. بس ما كملناش للاسف. بس دلوقتي مش هينفع مسرح مع الشغل لان انت تقريبا عندك اغلب الشغل بيبقى بالليل. بس هو سيبك انه ينفع وما ينفعش. انت حبيتي الفكره؟ بحب المسرح. ده اصعب مرحله في التمثيل. اول مره وقفتي على المسرح كنت حاسه بايه؟ كنت خايفه قوي. اصلا كنت كمان بكمل مسرحيه بدل زميله ليها. فطبعا عايزه اقول لك قعدت وكانوا 3 ليالي عرض. خلاص على العرض انا اتعلمت الرقص اتدربت وحفظت الاغاني والمسرحيه كلها في 3 ايام. متخيل 3 ايام مكثف عمالي كل يوم ما بمشيش من المسرح. بس مجهود خلي بالك ده مجهود غير طبيعي. كمان الناس انت لما بتشوف الناس كتير قوي كده بتبقى قلقان. انا بقى فجاه لقيت المسرح طبعا الاستاذ سمير غانم انت مش متخيل مفيش كرسي طبعا. بيجيبوا كراسي من بره وبتاع. لقيت ناس كتير قوي ما طلعت هو حتى نفسه قال لي ما تبصيش على القاعه خالص خالص اوعى تبص. ما لقيت هو ايه بيقول كلام مش موجود من الحاجات هو طبعا بيرتجل طبعا عليك المسرح وانا ايه اتمدح واضحك مش عارفه اعمل ايه. ما انا يقول له معلش يا ماما يا جماعه منى فضل اصلي كانت ماشيه النهارده معديه فجبناها تمشي. لا هو استاذ سمير ده ملك المسرح انا بموت فيه. طب ايه الحلم اللي انت نفسك تقدميه او الحاجه اللي نفسك تقدميها في السينما او الدراما الدور اللي نفسك تعمليه؟ انا لسه ما عملتش حاجه. خلي بالك برضه انا ضاع مني وقت كتير برضه كام سنه. بس عايزه اعمل حاجات مختلفه يعني عايزه اعمل شغل بجد مش شغل بقى حب وبتاع. لا يعني عايزه اعمل ادوار بقى مختلفه يعني مثلا ايه نفسي اعمل حاجه دور مثلا فدائيه واحده مجنونه عارف انت الحاجات الشحاته عارف انت الحاجات الحاجات دور اللي بجد اللي مش شبهك اللي فيها تمثيل قوي عارف مش تحط مكياج وبتاع. انا يمكن القدعه اللي انبسطت فيه جدا انا اول مره اطلع من غير ميك اب خالص طول المسلسل. انا مصوره كده ولا نقطه مكياج. مدير التصوير رافض استاذ تامر حمزه رافض ولا نقطه ميك اب. ليه؟ مش عايزين عايزني كده الدور شكله كده. قال لي لا مش قال لي انت ربنا مديكي حاجه كويسه ولسه وشك ما باصش وجلوي يعني فما تعمليش حاجه بتندمي عليها دلوقتي هتحتاجي تعملي ده بعدين. قال لي وشك طالع طبيعي يعني حتى هو بعد ما صورت انا ما بتفرجش على المونيتور ابدا نو ويت تلاقيني اتفرج على المونيتور فلقيته بيندهني اتفرج ولما اتبسطت مستغربه شكلي يعني انا ما بستغربش شكلي في العادي انا بتصور من غير ميك اب عادي وانا بنزل صور عاديه لكن اطلع للناس دي جراءه برضو انا مش كل شويه اقول له شكلي كويس متاكد انت مقتنع باللي انت بتعمله فيا ده يعني عادي جدا فقال لي ممكن تبقي تحطي روج بقى عشان كانك حاطه ميك عشان بس يبقى في حاجه فوق اي حاجه لكن في ادوار كتير نفسي اعملها كتير جدا جدا ما عملتش لسه بس اعمل اكشن جدا اديني خسيت اهو عشان انط اكشن نفسي اعمل اكشن جدا نفسي اعمل استعراض نفسي اعمل كوميدي. وانت صغيره كانت مين الممثله اللي كان نفسك تبقي زيها اللي كان يعني لما دخلتي المجال كده كانت هي قدام عينك دايما؟ هما كذا واحد. انا كنت بحب سعاد حسني جدا بحب شاديه بحب ناديه لطفي ثلاثه مختلفين عن بعض. شبه مديحه كامل في حق قريب قالوا لي مديحه كامل دي بس يعني في الملامح كتير والله قالوا لي يعني بس انا ما احسش انا شبهها بس مديحه كامل بالنسبه لي دي قمر طبعا ست يعني ست في كل حاجه وش وستايل وحتى من وهي صغيره صح بس انا يمكن عشان كنت دايما مياله قوي للابيض والاسود انا لغايه دلوقتي انا بحب الابيض والاسود ما بعرفش اتفرج على افلام بتاعت دلوقتي يعني اقعد قدام فيلم بتاع دلوقتي ممكن ازهق مش هتكملي لكن ابيض واسود اشوفه كذا مره ما عنديش اي مشكله ما بزهقش افلام ابيض واسود بالنسبه لي دي ده التراث وده اللي انا دخلت اصلا عليه الشغل يعني انا دخلت حبا في الابيض واسود
لو 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 انت عايزه تفرجيني على حاجه او تفرجي حد على حاجه ما يعرفكيش، ما يعرفش منها، فضلي ممثل وتوريني حاجه ليكي عشان دي شايفه انها احسن حاجه عملتيها، هتبقى ايه الحاجه؟ انا بالنسبه لي احسن حاجه عملتها كنت وانا بحس دايما انها دي بدايتي وشهاده ميلاد، هي الملك فاروق. انا بحب الملك فاروق جدا. دي اكتر حاجه ممكن تحسي انك عملتيها حلو؟ يعني كنت بتحدى نفسي فيها، لان اتحاربت وقتها، ناس كتير كانتش عايزاني اعمل الدور، وناس حاولوا كتير مع استاذ حاتم علي انه يجيبوا ناس تانية، وانا رفضت ان انا حتى اخش في الصراع ده، حتى كنت عايزه امشي عشان اتضايقت جدا لان كنت لسه صغيره. بصراحه هو كمخرج تمسك بيا جدا وقال لهم ما حدش يتدخل، وانا شايف منا ازاي، ودي انا شهاده انا بعتز بيها جدا. مخرج كبير ومعروف وصدى ده في الشارع كمان، ومسلسل عمل لي كتير كتير جدا، مسلسل وقصه. دكتوره لميس جابر عامله يعني طبعاً. يعني عامله ورق غير طبيعي. ممثلين كتير، انت معاك نجوم، كل واحد نجم في دوره، بس انت معاك نجوم. انت صعب قوي هنا كانت بدايه انك تجيب نجوم بجد كتير في عمل ضخم، وكل واحد باجر مختلف، وكل واحد في شكل مختلف. كانت اسامي كبيره قوي، كتير كتير جدا. فانا ده بالنسبه لي يمكن اهم ادواري يعني. طب وايه الدور اللي انت حاسه انك ما عملتيهوش حلو؟ هتقولي عليه ولا هتتكسفي؟ ان حاسه انك مش راضيه عنه، اللي هو يا ريت ما يزعوهوش بقى تاني، يعني العمل ده ما لا مش ما يزعوهوش تاني. انا يمكن في طبعا مسلسلات كتير عملتها وانا صغيره، ما كنتش لسه برضو متودكه قوي يعني. لا هنقول في اخر 10 سنين. اخر حاجه ممكن تقول فيلم تحت الترابيزه، لاني ما كنتش مقتنعه بيه قوي. تخيل يعني الدور نفسه ما كنتش مقتنعه بيه قوي، وبعدين لقيت نفسي ان انا بعمل دور صعب يعني. قلت فين شو، حتى كنت بقعد اقول استاذ سميح نقاش، قلت انا حاسه ان الدور فلات ما فيهوش حاجه يعني. فين الدور؟ انا ما بعرفش اعمل دور وانا ماليش هدف، مش وجود فيه. فيه ايه الهدف اللي هقوله للناس في الدور؟ مفيش حاجه. فما كانش ينفع ان انا حتى ما كملوش، فكملته بس ما كنتش يعني ما كنتش حباه، مش ده الدور اللي انا كنت عايزه اطلع بيه يعني. اشتغلتي مع نجوم كتير قوي، كان مين نفسك تشتغلي معاه او لسه ستيل مين نفسك تشتغلي معاه؟ انا كان نفسي اشتغل مع الاستاذ احمد زكي طبعا الله يرحمه، كان نفسي. لا خلينا يعني في المغني الله يرحمه، لكن نفسي اشتغل قوي مع الاستاذ عادل امام جدا جدا، ان شاء الله مشهد يعني بس يبقى في السي في بتاعي. ناس كتير زمايلنا كلهم تقريبا عايز اشتغل معاهم، كريم عبد العزيز تاني، احمد عز طبعا، امير كراره، سقا، كتير عايز اشتغل معاهم، في ناس كتير عايز اشتغل معاهم. طيب لو انت دلوقتي في ايدك تكتبي لنفسك دور، تكتبي لنفسك ايه؟ يعني انا نفسي اعمل فيلم اللي عملته وديع حاجه، صعود الى الهاويه. هو دور جريء جدا، في ناس تقعد تقول لي صعود الى الهاويه مره واحده. انا نفسي اعمل حاجه كده جدا جدا، لانه خلي بالك ده تقيل قوي. طبعا تقيل وخلي بالك الشغل فيه، بس مش عايز اعمله فيلم يعني، يتعمل مسلسل، فاهم؟ مسلسل احداثه تبقى كتير، ما يبقاش مختلط على حاجه واحده بس، لا يبقى الاحداث بتاعته ايه اللي وصل الموضوع لكده، واحداثه بقت عامله ازاي كده من الاول. وفعلا الفلوس هي بتخلي الناس ساعات انها تعمل حاجات غلط علشان توصل ليه عايزاه، ويعيشوا في مستوى كويس يعني. في حاجات كده ببقى انا يمكن عشان بميل ساعات للحاجات اللي بتبقى مش شبهي ببقى عايزه اعملها، لان خلاص الناس تعود عليها البنت الكيوت، الطالبه، الحبيبه، مش عارفه ايه، فببقى عايزه اعمل دور مختلف. حال خاصه نفسي اخلف بقى. امتى هتستقر؟ مش عارفه، انا مش عارفه، ما بيبانليش حد كويس ابدا، مش عارفه. انا كنت بخاف ارد عليك الصبح احمد، انا انا فركشت احمد احمد انا طلعت ده طلع كذا ليه؟ طب انت شفت؟ طب يعني ليه؟ يعني ليه الناس؟ طب بذمتك انا كنت غلطانه؟ بجد لك بجد؟ ولا مره كنت غلطانه. طب بجد والله؟ طب حرام، هعمل ايه طيب؟ هنتحر؟ لا ما تنتحريش، بس هل انت كل مره اختياراتك بتبقى غلط ولا المشكله فين؟ لا بص يعني اوقات انت ارتبطتي كذا مره وانت طلعتي قلتي بالمناسبه، هي ساعات الظروف بتخليك ما بتشوفش الحاجه اللي قدامك كويس ساعات، او بتبقى فرحان بالموضوع تمام،
وساعات بتكون شايف الموضوع نفسه ان هو غلط بس احاول اصلح فيه. عارف انت؟ يا ساعات باخدها تحدي لنفسي انا. في ناس بلاقيها كانت غلط اصلا، انا عارفه ان هم غلط ومش شبهي، بس ايه اقعد اقول ايه؟ لا بس ممكن يتصلح ويبقى تمام. عندي انا طولة البال ده. في ناس صحابي وامي انت نفسك بتقولي ده يعني ده مش شبهك، ده ده كان ايه اللي بتعمليه ده؟ اقول لك هيظبط. فاهمني؟ فبيبقى عندي امل. وفي ناس مع ما تخش في الموضوع نفسه مع الوقت بتلاقي ان انتوا مش شبه بعض خالص، اختلاف في التفكير، ممكن السن، ممكن الخبره، على حسب. انا ممكن تكون دماغي ممكن تكون تافهه. هما بيجيبوكي بايه منها؟ يعني انت ايه نقطه الضعف كده اللي لما بتلاقيها في حد بتنجذبي ليه؟ ان انا رومانسيه قوي، يعني انا بحب الاهتمام قوي، او كنت بحب بقى او بلالين. لا بلالين، لا بلالين دي هنفخه فيها انا، انا فرقعها في وشه عدو جاب لي بلالين. بلالين مين؟ ما هو عشان يجي مع الورد بلالين ده انا بفرقع بلالين كل يوم، انا ناقصه. لا يعني بتيجي بتيجي بفكره الرومانسيه. انا كان في اول واحد خالص ده فاكره كان بيجي لي تحت الشباك بالبلالين ده، وكان في واحد بيقفل كمان فاكره. في واحد بيجي بيقعد اصحى الصبح في كمان جنب بيتهوفن تحت البيت بيتهوفن. وانت دايما بتحبي تقعدي قريب من الشارع. لا 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 انا شفت ايام كتير صعبه قوي. لا فلا انا رومانسيه اهتمام، احب قوي اللي احس انه بيخاف عليا فعلا، مش بيمثل انه بيخاف عليا، لا احسه بيحب منا مش منا ممثله، فرحان بيها بقى كمان يا ادم. لان خلي بالك كل اللي بيجوا يقربوا من الممثلين دول يا التارجت بتاعهم شو ممثله ايه، واحده بتلبس معرفش عامله ازاي، بيبقوا عايزين بس ايه اللي هو هم داخلين مع بعض بيبص عليهم بس. دي انا بحسها رجاله ناقصه، عندها نقص. دي حقيقة. فانا ما بحبش كده، احب اللي يعرفني لازم يكون بيحبني انا منا، انا زي ما انا كده اهو، يقبلني زي ما انا، لان انا ما فيهاش، انا ما احسش ان انا فيها حاجه زياده او ناقصه. لا انا بني ادمه طبيعيه جدا، ازعل وقت الزعل الطبيعي، اضحك في الطبيعي، انا في حياتي بحب الضحك، بحب الحياه اللطيفه والدنيا تبقى تمام، عندي تفاؤل وحاسه ربنا هيكرمني ان شاء الله. بس مش عايزه بقى اخد خطوه دلوقتي وارجع بقعد. لا ما انت اول ما تاخدي خطوه نخلف يعني نجيب بيه. لا اخلف على ليه وانا هتجوز في على طول خمسه اخلف في سته يعني ما بيلحقوش. ما بيكملش السنه حتى يعني. لا ما بيلحق. لا بيكملوا بس ما بلحقش انا بقعد. لا انا دلوقتي بجري، هاجي حد يقول على جواز انا بجري اجري والله العظيم. عشان كده مربيك لك كلاب ده القمر. شفت الكلاب بتاعتي؟ شوف لقيت في حاله حب جوه مع قمر. قمر كلاب بتحبك بس تحط لهم اكل شرب، لا بيقولوا لك عايزين ولا هباب ولا نيله ولا فرحانين بيك وبيستنوك تيجي من بره عشان يحضنوك ويقعدوا معاك، بيحبوك جدا. انا بالنسبه لي الكلاب دي احسن من اي حد جنبي، دول ده صديق. بص يعني في ناس تقعد تقول لي انت مجنونه ومتخلفه وانت عندك مرض نفسي، فانا برجع من البيت خلاص بالليل اقعد بس انا وجوليا وطافي دول اقعد اكلمهم، والله بلاقي واحده تهز لي راسها تحس ان هم يعني معايا فاهمين. فاهمني كده يكفي اقول لهم بس في بس سلمي سلمي. ايوه انا خدت بالي سلمي بتسلمي عادي جدا بيفهموك انت حسب التربيه. ف لكن انك تتعامل مع اشخاص انت ما بتعرفش النفوس فيها ايه، الناس ما تعرفش بصلك ازاي، انت بالنسبه لهم فعلا بيحبوك انت كشخص احمد ولا لا، او عايزينك للمصلحه يقربوا لك شويه يعزموك النهارده يكلموك يسالوا عليك النهارده بعد يومين يكلمك والنبي عايز منك خدمه يا بيبي يا بيبي بيبي. طيب يا بيبي عارف انا كده. عارف انا الخدمه يا بيبي. عارف ممكن تعتزلي التمثيل لو 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 ارتبطتي بحد وقال لك تعتزلي؟ ايه عملت كده مره فاكر؟ انا فاكر بس ما قدرتش. لا ما مش هعمل كده تاني خلاص. وبعدين لانها مؤخرا كانت المفروض هتحصل بس انا ما انا تعبت خلي بالك في بدايه شغلي، يعني انا ما بداتش نجمه بالعكس تعبت. انا بدات عادي جدا، انا بدايتي كانت كومبارس عايزه اي حد وما بتكسفش انا بقول كده بالعكس، عشان انا تعبت وانا صغيره مش معقول اضيع تعب سنين انا تعبت وامي كانت تعبانه معايا فيه عشان حد النهارده يجي يقول لي سيب الشغل بسهوله كده، هتعمل لي ايه انت؟ سنين 30 سنه قاعده انا بشتغل وتعبانه فيهم هتيجي تعمل لي ايه؟ هتجيب لي عربيه؟ هتجيب لي فيلا؟ انا عندي. انا مش محتاجه فلوس. بالعكس انا حياتي طبيعيه، شغلي نجاحي،
اسيب الشغل لما احس انا خلاص فشلت، انا مش هقدر اقدم، ما عنديش حاجه اعملها، او ام فاشله لو مش قادره احافظ على بيتي ولا جوزي ولا عيالي، اه معلش هنا هختار البيت، لان انا ما انا خلي بالك بحب الاطفال جدا، فنفسي اعمل بيت واسره من حقي، لكن ما احبش حد يقول لي يا كده يا كده، لا هتقولي كده كده اقول لك مع السلامه عند ماما بقى، باي باي، ما احبش. دلوقتي في ادوار صغيره زي ما قلتي. في مره حد جه عليكي او حد مره يعني ضايقك في تصوير او يعني مش عايز اقول اهانك، يعني عايز اقول ان هو اتعامل معاكي وحش؟ كتير ضايقتي كمان، ما كنتش بعرف ارد وبتكسف وكنت بقعد اعيط في اوضتي. ايه مثلا فاكره ايه؟ يعني كان لا حاجات كتير، بس يعني منهم ناس طبعا خلاص هم كبار جدا دلوقتي. لا مش مشكله تقولي اسامي يعني. يعني منهم موقف مره لقيت حد صحفي كان بيعمل حاجه مع نجمه كده، وقالت لهم دي فاكره نفسها نجمه هي ولا حاجه، فجم ياخدوا كلمتين مني، فقلت لهم انا ما اقدرش ارد عليها وعيب، في فرق طبعا كبير بيني وبينها والمقامات محفوظه، و فلقيتها انت شغل السحالي ده، انا عارفاك، لقيتها بقى في اللوكيشن كده شغل السحالي ده، سحالي انا ما اعرفش ارد بقى، كنت وقتيها يعني لو كانت جات لي دلوقتي كانت هتوحشني. كانت هتوحشني قوي. الحمد لله انها ما جاتش دلوقتي، خطر تيجي جنبي. لا في موقف تاني كان فيه اهانه مباشره، يعني سيبك من ان ده موقف كان فيه شد وجذب، هل كان في موقف اللي هو فيه استقلال بيكي؟ لا لا او ان انت كنت بتعملي دور صغير فممكن يبقى حد ركنك كتير في التصوير؟ حد احنا بنستنى كتير كلنا، مش انا لا، من باب ان انت دور صغير. لا لا خالص، انا يمكن وقتها يمكن وانا صغيره وكنت بستنى كتير ما كنتش بركز، لكن لما الواحد بدا يكبر في الشغل وبتاع، لما باجي اقعد دلوقتي فبقعد اسال انا قاعده ليه، بيعملوا ايه من غيري بتاع كده، دلوقتي مثلا جايبيني في معاد كاميرا ما بشتغلش، بيشتغلوا بغيري باخد بعضي وامشي، يعني دلوقتي مثلا دي حاجه معروفه دلوقتي منا هتجيبوها تشتغل على طول عشان دي مجنون، ما احبش ما تديش معاد كاميرا وما تشغلنيش ليه، لان انا هاجي لك في معادي وقبل الميعاد وانت اوريدي عندك شغل قبلني، ما تجيبنيش في معادي او تجيبني وتقعدني وانت عندك ظروف، ما تعملش كده، لان انا اقعد في بيتي اولى، عندي حاجه اعملها، لا احبك تستناني ولا احب انا استنى الاثنين، فلا ما افتكرش حد في يوم من الايام وصل لي الموضوع ان وصلت معايا الاهانه، لا خالص. يعني ما اتخانقتيش قبل كده في لوكيشن يعني؟ لا لا انا لا انا ما اتخانقش برغم الكلام اللي بيتقال يعني. لا لا انا ما اتخانقش في لوكيشن ابدا ابدا، انا اتضايق ودايما كلامي كله دايما مع مخرج منفذ بيبقى على المواعيد مش اكتر من كده، او مثلا حد اتفق معايا على حاجه وعمل غيرها، دي انا بقفش فيها. انا بص ما احبش الراجل الغبي او الست الغبيه في الشغل، واحب دايما اللي بيفهم، يعني ما احبش اقول حاجه كذا مره يعني يبقى انت غبي على طول، لما اقول لك الحاجه كذا مره انت غبي، انت غبي، مفيش استيعاب. لا يعني لما اقول حاجه وتلاقيك بتعمل عكسها وكل يوم يبقى انت غبي، يا اما هتتهان يا اما تمشي، حاجه من الاثنين، ما اعرفش. لما الاقي حد بيعطلني شغلي انا ما بيفهمش، يعني مثلا عندي الاسيستنت بتاعتي اقول لها مثلا ما تعمليش كذا وحطي كذا، الاقي كل يوم بتعمل نفس الحاجه اللي انا ما بقول يعني غير اللي بقوله، فلازم اصوت، يعني لازم اصوت، لازم ازعق، فاهمني؟ عشان تفهم خلاص، هو ده خلاص، ده قانون دلوقتي، لو ما عملتش كده يبقى خلاص. طيب لو انت معاكي زرار ديليت وعايزه تعملي ديليت الحاجة حصلت في حياتك كتير حاجة واحدة كتير كتير واحدة كتير كتير ده كده انت هتفورماتيه ده كده ده كده فورمات يعني انت عايزة تمسحي كتير قوي يا نهار ابيض ده كتير خالص كتير جدا كتير قوي ليه 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 حاجات تبقى سودة في حياتنا كتير مش حلوة يعني لا هنقول حاجه الناس عارفاها يعني لو في حاجه الناس عارفاها عنك فنفسك تدوسي عليها ديليت
ان الحاجه دي وكانها لم تكن، شايفه ان دي اثرت على علاقتك بالجمهور او بالناس؟ هو ممكن يكون موضوع بس عيد ميلادي ده اعمل له ديليت، وكم حد من اللي ارتبطت بيهم. كام حد؟ يعني مش حد. اتنين. اه يعني اتنين، هما اتنين فقط دول نفسك لازم ديليتات مش ديليت واحده. هو سؤال، سؤال يا منى يعني هو سؤال انقاذ يعني شخصي ليا انا شخصي قولوا لي بعدين. لا عايزك تقولي هو ليه بعد ما بتنفصلي منهم وانا يمكن حضرت كتير من ده، ليه كلهم بيقاتلوا انهم يرجعوا بعد كده تاني؟ يعني 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 معظم الانفصالات بتبقى بمشاكل، يعني مش عايز اقول فضايح، يعني بيبقى فيها كلام وساعات بتلعب برامج وفي حد كان في قضايا وفي يعني. اه بالظبط. ليه بعد كده بيقاتلوا ويرجعوا يعني؟ معرفش. ابقى بقعد اقول لهم بقى ايه انت لسه فاكر؟ اه يعني 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 انا انا ببقى حاضر ناس عايزه تتقابل ليه؟ ما تفهمش بقى يعني المقاس ده ما فيش منه؟ اكيد. اللي عنده ضحكه الميني ده ما فيش منه؟ لا هو في ناس انا دايما بقعد اقولها يعني انت النهارده مش يعني خلاص عرفتني كويس، فلازم تعرف حد تاني بره عشان تعرف قيمه الحاجه اللي كانت معاك. مش بيعرف قيمه امه لما عايش مع مرات ابوه، هو ده اللي انت قصدك يعني. فانا لازم بقى يروحوا يهقوا وينقوا شويه فاهمني، وبعدين يجوا يكلموني بقى. ففاكرين ان نعرف عرفنا قيمتك. المنوش قاعد بيطلع المنوش غارس غارس في حته ثانيه. غارزه نيله. كده يعني. فلا بس انا يمكن دلوقتي ما بعملش كده، يعني بحاول استمتع بوقتي على قد ما اقدر، اركز في الشغل، اشوف حياتي انا، اشوف البيت عندي، اشوف ماما. يعني يمكن انا اخر حاجه كنت اتوقع ان انا كمان اعمل دايت في يوم من الايام، عشان انا بحب الحلويات جدا والاكل انت عارفه، واكل الساعه 3 الصبح و4 الصبح عادي جدا يعني. فانت متخيل ان انا اكثف نفسي ان انا اشتغل على نفسي، اقعد اعمل دايت، بقيت هيلثي جدا وباكل اكل معين وبتاع، ممكن ساعات تلاقيني ايه بعك شويه بس مش كتير. ازاي الاول؟ يعني يوم او يومين في الاسبوع كله لو عكيت يعني. بقيت اخاف ان انا انام بدري. انا بنام بدري. ده نضج وعقل. انا بنام بدري جدا. حسيت انك نضجتي كده؟ من 4 سنين تقريبا. يعني من 4 سنين. اول ما بدات كان عندي 30 سنه بالظبط. بدات احس انه في حاجه غلط عندي. انا مش مظبوطه. وبعدين بشوف ناس ثانيه حياتها برده مش شبه. خلي بالك انا برده مش شبه ناس كتير. يعني انا مش هتلاقي لي شلل. عارف. انت فاهم. ما عنديش اكلم فلان ولا علان عشان يشغلني. انا ما عنديش الحاجات دي خالص. انا اقعد في بيتي هانم في شغل هشتغل. انا بحب انام جدا بدري. بحب اصحى الساعه 5 6 الصبح. بستفيد باليوم. تقولي بتعملي ايه؟ اقعد اتفرج على التلفزيون، اشرب قهوه، اقعد العب مع الكلاب بتاعتي، اقعد اشوف فضايح الناس، اخبار، اشوفك انت كاتب ايه النهارده مجرس مين كده يعني. كده يعني هتقبض على مين وتحبسه النهارده كده يعني. يا مين نصب ومين عمل ايه كده. ده مهم جدا يعني. ده في حياتي. عندي شغل انزل اصور، واهم حاجه عندي كواليسي تبقى شكلها حلو، الناس حباني، وانا طبعي بحب الناس يعني. احب حتى ابقى سايبه كواليس حلوه. لازم ابقى وانا رايحه يبقى لو لقيت اللوكيشن اتم ما بعرفش اقعد فيه بقى، لازم ابوظ لهم اللوكيشن خالص، لان انا ما بعرفش اقعد في اللوكيشن دمهم تقيل، حد ما بيضحكش، عارف انت الروتين ده انا ما بعرفش اشتغل فيه. لازم اللوكيشن يبقى مهايبر كده، مش عشان انا مهايبره لا، بس انا احب يبقى الدنيا فيها فرفشه يعني، الدنيا لطيفه، حياه يعني قصيره ومحدش بياخد الدنيا حاجه، لانك تقعد تضحك وتسيب صدى كويس عند الناس، والناس تفتكرك دايما بالخير، دي اهم حاجه. لو في حد عايز يمثل، بنت او من بنات بيتفرجوا علينا حابه تخش مجال التمثيل، اوعي والله العظيم. ليه يعني؟ يعني هل انت ممكن تديها نصيحه في حاجه او تقولي لها حاجه يعني؟ لا بص، انا يمكن عشان المجال عندنا دلوقتي غير الاول، انت عارف طبعا يا احمد تغير البلان بتتغير كل شويه عموما، والاتيتيود بتاع الناس اتغيرت. يعني زمان لما جيت اشتغل انا دايما بقعد اقول زمان ليه؟ عشان انا كبرت في الشغلانه دي. ف 15 سنة بشتغل، مش هما ال 15 سنة اللي أنا اشتغلت فيهم قبل كده. دلوقتي الوضع اختلف عن زمان. زمان حتى الناس المخرجين المنتجين، ممكن يكونوا هما المنتجين، بس أنت عندك مخرجين تانيين دلوقتي دماغ مختلفة، مؤلفين بدماغ مختلفة، حاجات كتير. أنت دلوقتي عندك فكر وعندك إنك تعمل حاجات زي بتاعت أوروبا، إحنا زمان ما كانش فيه الكلام ده.
بس عموما دلوقتي المجال بقى كله ضرب وكله خناقات وكله معظمه عشان ما نظلمش الناس نفسنا كتير يعني معظمه عشان ما نظلمش الناس. في ناس قالوا انت مين ساعدك؟ قالوا انا حد ساعدني، ولو انت فاكره انا ممكن هساعدك انا مش عارفه اساعدك دلوقتي في الوقت الحالي، لانك زمان ممكن كنت املك ده، دلوقتي انا ما اقدرش املكه. انت ما عندكش دلوقتي انك تقعد تقول واحد والنبي عندي واحد عايز يمثل، فممكن يقول لك حاضر عينيا بس يرضيك، لكن مش هيعمل كده. لو ما كنتيش ممثله كنت هتبقي مضيفه فعلا؟ ايوه احلى حاجه في الدنيا. ولو مش مضيفه؟ لا مش ما جاش في بالي بقى ما يعني ما ليه معظم الفنانين بيفتحوا مشاريع تانية وبيعملوا حاجات جنب الفن؟ ليه ما فكرتيش؟ انا كنت عايز اعمل كده؟ والله كنت عايز اعمل، بقى فكرت في كذا مشروع، وبعدين كل لما اجي اعمل سكادول انا وانت انا هعمل عربيه فول وطعميه. كبده؟ لا كبده ايه يا عم، فول وطعميه بتبقى الصبح كبده طول اليوم هعملها انا في رمضان بقى، واحنا هنشتغل 30 يوم ونقعد. ايوه لا ايوه ايوه هعملها، بس استنى بس انا هعملها ستايل. ايه دي بس انا هعملها ستايل واعمل شاي وقهوه وعندك واحد هي عربيه كبده وسجق. لا كبده وسجق ايه يعني؟ منا فضل. لا 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 والله العظيم يا عم وحشه قوي. لا ايه ده، انا عايز اعمل. بتحبيهم انت؟ بتحبهم؟ لا بحبه. لحمه راس؟ لا يا لا 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 ما كانش الحاجات دي. لا هو اقرف منها. بتخافي من الكوارع؟ لا اوكي. لا انا بص والله ده بجد، كل ما اجي اعمل سكادجول ولا حاجه وفجاه قررت اخد حاجه في مول بجد حلو، على بال ما خدت الخطوه اروح قال لك لا 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 قال لك الايجار بقى التريبل. قلت له ايه ده؟ طبعا المكان اشتغل فغيري. قلت له ازاي؟ طب ده انا علشان يشتغل مش هجيب ربعه طبعا في الشهر، ادفع الناس ازاي والايجار ازاي وابقى خسارات ادفع من جيبي والحاجات دي كتير. فكل ما اجي افكر في حاجه الاقيها مش نافعه، ففكرت اعمل عربيه فول وطعميه في رمضان بس. بس هعملها شكلها ستايل يعني، مش هعمل عربيه فول. السنه ال 11 شهر التانيين ما انا اشوف بقى نفعت فاهمني، هنكمل بقيه السنه ازود لها شويه حاجات ونجيب دليفري بتاع فاهمني ونعمل اعمل كده يعني مختصر. عايز اعملها شكل، بس انا عايز اعملها اهم حاجه عندي الديكور يعني، عايز اعملها حاجه كده شبه يعني. انت لو هتعملي مشروع يبقى اكل اكل وحاجه مختلفه يعني، ما تبقاش زي الناس اللي بتعمل كده حاجات تقليديه وبتاع فاهمني. انا بحب الحاجات تبقى شكلها جديد، حتى لو فيها حاجه قديمه، حاجه ستايل عارف الحاجات الاورينتال بتاعت زمان، يبقى شكلها مختلف. بتعرفي تطبخي منه؟ ايوه انا بحب المطبخ جدا. اكتر حاجه بتعرفي تطبخيها ايه؟ لا ده بعمل باميه حلوه قوي، بعمل محشي حلو جدا، بطاطس في الفرن، اي ستيك بقى في العالم. الحاجه الوحيده ما بعرفش اعملها الفراخ. ليه بقى؟ ما بعرفش اقعد اغسل الفراخ وانضفها والكلام ده. عاديها مغسوله؟ لا 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 لازم تنتج. ماما عليها تنظيف غريب جدا، نضف بقى وتعملها بفنيك وبتاع ورق لا ملح وفلفل وليمون وشويه دقيق عشان الزفاره تروح، وحاجات غريبه جدا جدا. لا لا يعني انت لو فتحتي هتشتغلي في محل اكل هتعرفي، او هتفتحي محل اكل هتعرفي. انا هعمل اكله بايدي تبقى موجوده، اكله واحده. اجيب لهم وقت منين؟ انا هشتغل واطبخ كمان. لا احنا خلاص بقى احنا هنقعد للاكل يعني، شوف الموضوع احنا هنقعد للاكل. عامل لهم محشي بقى تحفه. انا بحب المحشي اصلا جدا، محروم اكل محشي. ممنوع من المحشي؟ مش بيديك يوم فري؟ ما بعرفش اكل انا، المعده عندي بقت قد كده يعني. كنت اكل طبق رز تمام، انت عارف انا بقالي شهر ونص ما باكلش رز ومكرونه وعيش، فلما باجي اكل يوم الفري ده باكل معلقه رز، شوكه مكرونه كده، حق ربع حته جاتوه. نفسك في ايه منه غير الستر والصحه وراحه البال والحاجات دي؟ انا مش حد يعني، انا بقول لك يعني عشان كل ما اسال حد يقعد يطلب طلبات اكنه بيدعي نفسي يعني. نفسي اعمل شغل حلو قوي، ونفسي ده بجد نفسي اعمل عمل يكون يعمل بومنج بجد، حاجه تبقى جامده جدا ما اتعملتش وفعلا تبقى حديث لاي حد. بس ايه انا ما بقاش عارفه، نفسي اعمل فعلا بجد مشروع حلو يبقى ده موجود مدى الحياه بجد، وحتى لو هبتديه صغير واكبره مع الوقت ما عنديش مشكله. انا خلي بالك انا ما بحبش الحاجه اللي تبقى كبيره جدا وتروح مني، فبحب ابقى واحده خطوه خطوه ما عنديش مشكله. في ممكن في ناس هتقعد تتريق، انا عارفه انا بعد الحلقه دي عايز تعملي عربيه فول، هقول لهم عايز اعمل عربيه فول. انا حر، مشروع عادي بالنسبه لي، عربيه فول هتكبر تبقى محل صغنن، هتبقى ممكن اعمل اكبر ريستوران في العالم. تعرفش تحبي تاخدي الموضوع خطوات؟ انا عموما انا بدات حياتي كلها خطوات، ما طلعتش مره واحده، ف
حتى لو في الشغل، حتى لو هعمل مشروع لازم يبقى كده. مبسوطه النهارده بالحلقه ولا في حاجه ضايقه؟ لا ده بالعكس مبسوطه قوي. فعلا؟ ده ما يقول مش زيي وكحلي وبتاع. تحس ان احنا رايحين مدرسه. ما احنا هنروح احنا المدرسه دلوقتي. يونيفورم، نروح نلعب مع توفي وجوليا. انا مبسوط ان انت كنت معانا النهارده. مبسوط ان يعني برنامج، اول مره اعمل برنامج، وان يبقى معايا صديقه عمر. ايوه. طالعه معايا في البرنامج. انت اخويا يا احمد وعشره عمر، انت عارف انا بحبك والله وأنا العظيم. وانت عارفه انت غرامتك عندي قد ايه، بس انا بخاف برضه من ناديه. ناديه كلنا بنخاف من ناديه. انا كل اصحابي بيخافوا من امي. ما اعرفش ليه، يعني انا انتمتي لما تكلمني لازم تكلم ماما. نرمين دي اول ما تقول لي انا، قالت لي ناديه هتودينا في داهيه لو ما ردتش على التليفون. منار. كده. نورتينا. وميرسي جدا. انا اللي ميرسي. ومبسوط بالحلقه ويا رب تكوني مبسوطه. انا مبسوطه جدا وميرسي يعني كلكم بجد. انا ميرسي واسف تعبتكم معايا، معلش. يلا بي.